السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل 4 أفكار جديدة، أفكار خارج الصندوق، وإحنا بنحافظ على صحتنا أو حتى بنعمل دايت عشان ما نحسش إن إحنا زهقانين أو حاسين بالحرمان. موضوع اللي إحنا نغير في الوصفات، يعني بنفس المكونات اللي إحنا ممكن نستعملها في الدايت هنستعملها بطريقة مختلفة هتدينا حاجات في منتهى الجمال. 4 وصفات أنا شخصيا بحبهم جدا، بحب دايما يكونوا موجودين عندي. أتمنى إن شاء الله إن هم يعجبوكم، تعليقاتكم بتسعدني جدا بجد، مش قادرة اقول لكم قد ايه التعليقات دي بتفرق معايا. الوصفات فيها اختلاف وتنوع، يعني فيها وصفات نباتية من غير لحوم وفيها وصفات مش نباتية، فاسيبكم بقى على طول تستمتعوا بأول وصفة معايا النهاردة، اللي هي هتكون عبارة عن فطاير او مخبوزات ولكن هتكون من غير دقيق خالية من الجلوتين، كمان نقدر نعمل منها كمية ونحتفظ بيها في الفريزر. مكونات وصفة النهاردة اللي هي بسيطة جدا. المكون ده ايه؟ عارفين ده العدس الاصفر او العدس الاحمر زي ما بتسموه، متوفر طبعا في كل بيت، سعره رخيص، مفيد جدا جدا جدا، ولكن بشروط. مهم جدا ان احنا نعمل ايه؟ اول خطوة هنعملها هننقع العدس، فلو انت بتشوف الفيديو دلوقتي قومي انقع العدس وبعدين تعالي كملي الوصفة، لان احنا هنحتاج لنقع العدس حوالي 8 ساعات. انا في يوم كده نقعته وبعدين يعني انشغلت شوية وقررت ان انا مش هعمل بيه حاجة، فشلته في الفريزر منقوع، فما فيش مشكلة ان احنا نشيله في الفريزر من غير المية بعد ما ننقعه. عايزة اوريكم الفرق الشاسع ما بين المنقوع واللي مش منقوع، شايفين كده في فرق طبعا، ويزداد حجمه جدا، يعني لو احنا نقعين كوباية واحدة بتبقى كوبايتين. طيب عشان نسهل بقى المقادير، بنفترض ان احنا كده نقعنا كمية من العدس ونسينا نقعنا قد ايه، فمش مشكلة، شوفي انتي نقعتي كمية قد ايه وحطي نصها مية. انا عندي هنا 2 كوباية من العدس بعد النقع، حطيت ليهم 1 كوباية من المية، معلقة واحدة صغيرة من الكمون اللي هي مهمة جدا، معلقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر ما تكونش معلقة مليانة، وكمان 1/4 معلقة من الملح. هنعمل ايه بقى؟ هنتعب؟ لا، هنجيب الخلاط ونحط فيه 1 كوباية المية ونحط فيه 1/4 معلقة الملح ومعلقة الكمون ومعلقة البيكنج باودر اللي هي مش مليانة، هحط كمان 2 كوباية من العدس اللي انا نقعاه فقط. مهم اللي احنا نقعد نخلط فيه 2 دقيقة كده، نطفي ونشغل لحد ما نلاقي القوام بتاعه كده. خلاص كده، يلا بقى نركن دول على جنب. اول حاجة تعالوا نحط على الزعتر السوري ده شوية من زيت الزيتون عشان يديني الإيحاء أو الطعم شوية القريب من المناقيش. مش هنكتر زيت زيتون، هنحط حوالي 2 معلقة. الكبس دي بتتباع في أي مكان، بديلها طبعا للناس اللي مش متوفر عندها، هاتي صينية الكب كيك أو حتى أي صينية عادية ودهنيها، أو حطي ورقة من ورق الكب كيك ده واستعمليها. طيب ده خليط العدس اللي احنا خلطناه في الأول، تعالوا نحط حبة كده. انا المقدار اللي انا عملته ده هيعمل لي حوالي 8، وتعالوا بقى ندلع كل واحدة، كل حد على حسب ما بيحب وكل حد على حسب الحاجة اللي بتبقى عندك او المتوفرة عندك. تعالوا نحط ايه؟ فلفل احمر متقطع، الزيتون اللي هو الاسود ده، تعالوا نحط كمان شوية من البصل الاخضر، ده الزعتر اللي هو السوري وحطيت عليه طبعا زيت الزيتون زي ما شفنا. خلونا نحط حبة ونحط جنبيه شوية من الموتزاريلا. اكتبولي بقى تحت في التعليقات اكتر حاجة حبيتوها ايه، ولو انتوا قدامكم حاجة زي كده هتاكلوا اللي بالزعتر ولا هتاكلوا اللي بالزيتون ولا اللي هتاكلوا اللي بالجبنة. انا بعمل دلوقتي بالبقدونس وبالفلفل. تعالوا نعمل واحدة بالجبنة البيضة العادية، جبنة فيتا كده كان فيها فلفل، معرفش كانت براميلي ولا كانت ايه، يعني المهم اللي محدش جه جنبها فقلت يعني ايه احطها على المخبوزات دي، واحط معاها شويه من الفلفل طالما هي فلفل يعني، فخلينا نحط فلفل تاني، شويه موتزاريلا وشويه زعتر او بردقوش على واحده، واحده تانية شويه زيتون وشويه بصل اخضر والجبن، جبنه الموتزاريلا طبعا بيكون طعمها حلو، الجبنه الموتزاريلا مفيش كلام، بس فيها دهون، والناس اللي بتعمل دايت ومش عايزه تزيد في الوزن ما تحطش جبنه موتزاريلا. عندك خيارات تانية، حطي جبنه بيضه، حطي جبنه قريش، حطي لبنه، كل حاجه
ممكن تكون موجودة عندك هتنفع ومش هتأذيكي أبدا في الدايت. لو عندك صدور دجاج متبقية تقدري. طيب دخلتها الفرن، قعدوا 20 دقيقة فقط. بعد 20 دقيقة هطفي الفرن وهسيبهم جوه والفرن مطفي 5 دقايق، ونخرجهم بعد كده ونسيبهم يبردوا. شكلهم ولا أروع. 5 دي اللي كانت بالزعتر السوري والجبنة الموتزاريلا. 6 7 برضو دي بالزعتر، وبعدين اخر واحدة 8. المقادير عشان نعمل الكمية دي، عايزة 2 كوباية من العدس بعد النقع 8 ساعات اقل حاجة، والنقع يكون جوه التلاجة افضل. جبنه الموتزاريلا، بصوا كده رائعه جدا. مين يتخيل ان دي معموله من العدس؟ تقولوش لحد. طيب ده بيكون شكلها من ورا اهو زي ما احنا شايفين. طب نفتحها من جوه عشان نشوف مستويه ازاي. مستويه سوى رائع جدا، يا خبر ابيض على جمالها وطعمها، مرضية لأبعد الحدود. أول حاجة تعالوا نتكلم على البهارات اللي هتدي نكهة مختلفة، عبارة عن توم بودر، بابريكا، الكركم والفلفل الأسود والملح والكزبرة الناشفة. تعالوا بقى نشوف ايه هنستعمل النهاردة. الشوفان، وده شوفان مطحون عبارة عن 1.5 كوباية من الشوفان. ده عبارة عن جبنة موتزاريلا ولكن اختياري، عايزة منها 2 معلقة وشوية من البيكنج باودر وحوالي 1.25 كوباية من المية. المقادير سميتها فطاير الناجتس، تتعمل في 10 دقايق وهتكون ظريفة جدا. حتى كمان التسوية بتاعتها هيكون عندنا فيها خيارات نقدر نسويها في الطاسة زي ما انا هعملها، وبصراحة في الفرن بتطلع احلى بكتير. فلو انت كده مشغله الفرن وعايزه تعملي حاجه تكون سهله وسريعه وظريفه جدا هتحبوها انا متاكده. تعالوا نبدا على طول. هنجيب بوله ونحط فيها 1.5 كوباية من الشوفان المطحون. استعملي كل، يعني هي نفس الكوبايه لكل حاجه، قيسي بيها كل حاجه، شوفي الكوبايه اللي موجوده عندك واستعمليها معيار او حتى كوبايه عاديه. تعالوا نحط البهارات اللي هي حوالي 0.5 معلقه صغيره من كل حاجه، وكمان نحط 0.5 معلقة صغيرة من البيكنج باودر. طيب كده المواد الجافة، تعال نقلبها تقليبة كده. اختياري لو احنا عايزين نحط جبنة موتزاريلا بتديها طعم احلى بكتير. وهنشوف، انا النهاردة كمان هحشيها جبنة موتزاريلا، فحطي حوالي من معلقة كبيرة لمعلقتين كبار. الكمية اللي انت عايزة تحطيها حطيها. عايزة مية سخنة. بعد ما قلبت كل المكونات هحط ادي 1 كوباية، وكمان هجيب 1/4 كوباية. يبقى انا حطيت 1.25 كوباية من المية السخنة. طيب هقلبها، هلاقيها بقت عندي عجينة ولكن مش هينفع ان انا استعملها دلوقتي، هسيبها شوية. هسيبها لحد امتى؟ لحد كده الطبق بقى من بره خلاص بقى سخن. طالما انا حاطة مية سخنة فالعجينة بقت سخنة معايا. اول ما الاقي الطبق كده بقى بارد، يعني حوالي بعد 1/4 ساعة اقدر اشتغل فيها. تعالوا نسيبها شوية اهو كده، خلاص هي جاهزة معايا. تعالوا بقى نشوف الفكرة الرائعة جدا. اكيد كلكم عندكم حاجة كده. انا دورت عندي لحد ما لقيت علبة صغيرة وجبت عليها ورق اللي هو الاسترتش، وحتة من العجينة صغيرة جدا جدا، وبغطي كده ورقة الاسترتش وابتدي افرد العجينة رفيع، واحط في النص شوية من الجبنة الموتزاريلا، وكمان اخد حتة تانية من العجينة بس اكبر شوية من الحتة الاولانية، يعني من فوق هيكون سمكها اكتر شوية، وابتدي اسويها كده وبمنتهى السهولة. واي حد بقى متوفر عنده العلبة دي او اي شكل، يمكن حد بيحب المدور، يمكن حد بيحب المثلث. وورقة الاسريتش بتخليها تطلع معايا بمنتهى السهولة. خلصت كل المقدار، كمية كبيرة ما شاء الله. اخر واحدة اهي بنتي ما شلتهاش من العلبة، تعالوا نشيلها مع بعض، ولا اروع من كده. نقدر نعمل كميه ونحتفظ بيها في الفريزر ونشيلها مثلا لرمضان او اي وقت في السنه، ممكن تقعد معاكي شهر كده في الفريزر، وهتكون فكره رائعه جدا. طبق مقبلات،
ما بين الوجبات ولادك هيحبوه اكيد وانت كمان هتحبيه. تعالوا نشوف التسويه اللي هي هقول لكم على اسهل طريقه. انا هسويها في الطاسه، فهجيب اي طاسه تدينيها بدهنه بسيطه كده، من السمنه، من زبده، يعني اي ماده دهنيه انت حباها بالفرشه، وعلى نار متوسطه تبتدي تحطيهم، بس خليهم يعني ما تحطيش كل الكميه مره واحده، يعني حبه حبه كده، يعني تقريبا على 3 مرات، على 3 دفعات، ونستنى شويه ونقعد نقلب فيهم من على الناحيتين كده، يعني بياخدوا تقريبا على النار يعني 8 دقايق مثلا بالكثير قوي، نار هاديه جدا. نخلي بالنا بس احنا مش عايزين حاجه تستوي غير ان هو الشوفان يتحمص وكده. طيب لو انا عايزه اشغل الفرن واحطهم في الفرن، صراحه النتيجه بتكون اروع جدا في الفرن، بيقرمشوا بقى كده من بره، بتبقوا يعني بيبقوا عاملين كده فطاير حلوه فعلا. هنجيب صينيه وهندهنها برده ونحطهم في الفرن، وبعدين ممكن نشغل عليهم الشوايه او نقلبهم بعد مثلا ربع ساعه ولا حاجه في الفرن. شايفين بقى الريحه تجنن، مش عارفه اقول لكم قد ايه النكهات التوابل دي عملت فعلا نكهه مختلفه وجميله جدا. مين ما بيحبش الحاجات دي؟ ولا اروع. جبنه ولا اروع. بصوا اتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. هنعمل النهارده البلوبيف، واللي ما يعرفش البلوبيف ده عباره عن نوع من مصنعات اللحوم، هو ممكن نشتريه يعني جاهز بيتباع في الاسواق، ولكن بيكون مليان مواد حافظه ويعني حاجات احنا مش عارفين هي ايه. فتعالوا النهارده نعمله بطريقه سهله جدا جدا، وبربع كيلو من اللحم المفروم هطلع 4 علب من البلوبيف، يعني ان شاء الله تكون اكله اقتصاديه جدا. وهقول لكم طريقه التقديم بيتقدم ازاي. عندي هنا حوالي ربع كيلو من اللحم المفروم، وعندي فصين من الثوم هرستهم وحطيتهم في معلقتين من الزيت او الزبده. عندي هنا بصله متوسطه، وعندي كمان الفلفل الاحمر اللي هو الرومي، ده هو مش حار، فلفل اللي هو البارد، نقدر نستعمل فلفل حار لو احنا حابين. انا عايزه بس ربع فلفله. عندي هنا معلقتين من الطحينه او الهرده او الراشي، اللي هي مصنوعه 100% من السمسم، بتعمل طعم رائع، دسامه كده يعني بطريقه يعني صحيه وجميله جدا. كمان عايزه كوبايه من حمص الشام المسلوق، ما تستغربوش ولكن هيدي اضافه وهيزود الكميه، كميه بروتين عالي جدا في وجبه النهارده. طيب البهارات اللي هتدي طعم مميز جدا، الكمون، الكزبره، الفلفل، والبصل البودر، والبابريكا، حوالي معلقه صغيره مش مليانه من كل حاجه ما عدا بس الفلفل الاسود، ايه يعني حوالي ربع معلقه صغيره، ما نكترش من الفلفل الاسود لو احنا يعني مش عايزين حاجه حاره قوي. وعايزه كمان الملح ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هبتدي اول حاجه اللي انا اقطع البصل والفلفل الاحمر اي تقطيع، وفي اي طاسه كده على النار هحط الزيت اللي انا حطاه في الثوم، واحط عليه البصل والفلفل مباشره كده على طول كله على بعضه. بشوح البصل والفلفل والثوم لحد ما اشم ريحتهم، يعني استنى شويه عليهم لحد ما ايه اشم ريحتهم، وبعدين احط عليهم التوابل عشان برضو اشم ريحتها، وتقليبه كده وخلاص. فهنحط على اللحمه المفرومه دي، هنحط عليها الملح يعني حوالي ربع معلقه، نص معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر اللي هيعمل تماسك وهيدي قوام رائع جدا ما نستغناش عنها. تعالوا نجيب بقى محضرة الطعام، هنحط فيها كوباية من الحمص اللي احنا سلقناه كويس، او حتى العلب الجاهزة ممكن نجيبها ونشطفها، ولكن دايما بقول لما بنسلق الحمص في البيت بيكون اصح بكتير. ونحط حوالي معلقتين كبار من الطحينة، وتعالوا نروح نخلطهم في الخلاط، ده بيكون شكلهم لما نخلطهم الحمص مع الطحينة. تخيلين الطعم الاساسي اللي انا عماله اعمله ده. تعالوا نحط كمان البصل والفلفل الاحمر والثوم اللي اتشوح مع البهارات اللي عملوا ريحه ملت المطبخ. بنصحكم تعملوا كميه من الاكله دي، يعني ما تعملوش ربع كيلو زي كده، يعني كل ما اعمل ربع كيلو اقول ايه طب مش كنت زودت شويه ينفعني بعد كده، لان ينفع جدا بعد ما نسويه نحطه في الفريزر. تعالوا نحط اللحمه المفرومه اللي احنا حاطين عليها الملح
والبيكنج باودر ونروح نخلطهم كويس جدا، يعني دقيقتين كده لحد ما الخليط، شايفين ناعم ازاي؟ خليط ناعم كده وايه كله متجانس مع بعضه، رائع جدا. هنعمل ايه بقى التسوية؟ هي دي بقى الحاجة الجديدة اللي انا ما قدمتهاش قبل كده. هنستعمل النهاردة كوبايات، اي كوبايات. طب يا سلوى الكوبايات دي نوعها حراري او حاجة معينة؟ لا والله الكوبايات دي عادية خالص، ولكن لو انت خايفة تستعملي كوبايات الازاز اللي عندك، تقدري تجيبي الكوبايات اللي هي الاستانلس وتعمليها بنفس الطريقة، تدهنيها وتحطيها. طيب يا سلوى انا ولا عندي كوبايات ازاز ولا عندي كوبايات استانلس، هاتي اي قالب، القالب بتاع الكيك، وابتدي حطيهم فيه. ولكن لما احنا بنحطهم كده في حاجات صغيرة بيسهل علينا في التسوية، الوقت بيكون اقل. تعالوا نحط معلقتين كبار او نملاها مش قوي، يعني ايه نملاها 3/4 كده او اكتر شوية، ونبتدي نضغط كويس علشان ما يبقاش فيه فراغات وتديني نتيجة حلوة، يعني بنفس الشكل ده هي تطلع. شايفين جميلة ازاي؟ تعالوا نسويهم. هنجيب الورق اللي هو ورق زبدة صغير كده، وفوقيها ورقة فويل، ونبتدي نقفل كويس. هنسويهم على النار في حمام مية. يعني ايه حمام مية؟ يعني هنجيب حلة ونحط فيها ربعها كده مية تكون مغلية، ونبتدي نحط اي حاجة كده زي ما هوريكو، مصفى او اي حاجة بس تعلي شوية الكوبايات، ما تبقاش الكوبايات جوه المية، ونرصهم بالطريقة دي، نحطهم كده جنب بعض ونغطيها كويس، ونحطهم على النار، على نار هادية تماما، نسيبهم ساعة ساعة على نار هادية، بعد كده نسيبهم يبردوا خالص خالص خالص، وبعدين نحطهم في التلاجة. بعد ما نحطهم في التلاجة نقدر نستمتع بيهم في اي وقت، بيقعدوا كده معايا اسبوع، يعني ممكن احطهم كده في التلاجة اسبوع يكونوا موجودين عندي، كل ما اجوع اطلع علبة واكلها، او احطها على البيض، او اعملها في السندوتشات زي ما قلت لكم كده. المهم اللي هي لذيذة جدا وريحتها في منتهى الجمال، قريبة جدا من طعم البلوبيف. الناس اللي عارفة البلوبيف، انا الحقيقة يعني ناسية طعمه من زمان قوي، يعني من زمان قوي ما بجيبش البلوبيف اللي هو المعلب، ولكن على ما افتكر كده هو طعمه قريب جدا، وكفاية ان هو بطريقة صحية ومن غير مواد حافظة ومن غير مواد غريبة، وطريقته سهلة جدا جدا. شايفين من جوه عامل ازاي؟ طيب عايزين لقمة بقى او ايه؟ نجيب ايه نعمله بالبيض بقى؟ شايفين كده جميل ازاي؟ وجبة جميلة جدا، والمقادير على الشاشة. اتمنى وصفة النهاردة تجربوها. فطار او على الغدا هنعمل الاومليت من غير بيض، زي ما احنا شايفين جميل جدا، ريحته في منتهى الجمال، حاطه معاه شويه بهارات رائعه جدا. وهحسب ان شاء الله السعرات الحراريه في القطعه ديت او في الوجبه دي يعني، وتقدري تزودي وتنقصي من حاجات هقولك عليها في خلال الفيديو. يلا على طول نخش على المطبخ ونبدا بسم الله، ونشوف هناكل، قصدي هنعمل ازاي الاومليت اللي هو من غير بيض. هحتاج لاتنين بطاطس، يعني حجم صغير، الواحدة من البطاطس فيها حوالي 47 سعر حراري، فتقدري تزودي او تنقصي زي ما انت حابة. عايزة كمون، عايزة كزبرة، كركم، وفلفل اسود، وكمان ملح، وربع معلقة صغيرة بس من بيكنج باودر. عايزة نص كوباية من دي الحمص، ونص كوباية من المية. دي الحمص بيجاب جاهز كده من العطار، ولو عايزين طريقته معمولة في البيت بيتعمل من حمص الشام، هسيب لكم رابط ان شاء الله الفيديو في صندوق الوصف. البطاطس قشرتها وقطعتها مكعبات، ويلا على طول هنعمل ايه؟ هنسلقها، نديها سلقة كده خفيفة حوالي 4 دقايق في مية كده واحنا مغطيين عليها. هحطها 4 دقايق على النار، وبعدين اجهز بقى الخليط اللي انا هعمله كبديل للبيض. هحط نص كوباية من دي الحمص اللي هو غني جدا 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 بالبروتين، يعني عايزه اقول لكم نص كوبايه من دقيق الحمص فيها حوالي 50 جرام، ال 50 جرام دول فيهم 10 جرام بروتين، متخيلين؟ حطيت عليها البهارات اللي انا اخترتها بعنايه جدا، هتعمل لون وطعم وفايده في منتهى الجمال. هحط عليها نص كوبايه كمان من الميه، ميه عاديه خالص، ونبتدي نقلب. طيب لو عايزين نقلل الكربوهيدرات في الاكله دي، هنقلل من كميه البطاطس. شايفين كده؟ هو ده الخليط،
ويلا على طول نشوف البطاطس بعد 4 دقايق بقى شكلها ايه. هي اهي كده خدت نص سلقة كده يعني الى حد ما. هشيل بقى المية من عليها واحط البطاطس جوه الايه بديل البيض اللي احنا عملناه. نقدر نحط اي حاجة دلوقتي، عايزين نحط فلفل، شايفين عارفين يعني بنعمل بيض الاومليت الحقيقي ازاي، نحط زيتون، نحط اي حاجة بنحبها نقدر نعمل دلوقتي كده. التسوية هتكون في طاسة على النار من فوق، انا هحط معلقة كبيرة من الزيت اللي هي تقريبا بتعمل 120 سعر، فهحسب كل حاجة معاكو نقدر نقلل او نزود على نار متوسطة يعني من هادية المتوسطة. ونبتدي نفرد الخليط بتاع الاومليت كده، وبعدين نسيبه متغطي حوالي 3 دقايق. بصوا يعني ركزوا كده وانتوا بتعملوه عشان ما يتحرقش منكم، لانه صراحة ما بياخدش وقت كتير. انا ههدي عليه النار خالص واسيبه حوالي 4 دقايق كده اهو، وبعدين هيحتاج يتقلب على الناحية التانية. طبعا الناس اللي مش نباتيين وعايزين يحطوا جبن، عايزين يحطوا اي حاجة يقدروا، الاضافات بتكون يعني لا حدود لها. دلوقتي اهو الوجبة دي فيها 390 سعر حراري، نقدر نقلل من السعرات الحرارية اللي احنا مثلا نحط واحدة بس من البطاطس، نقلل من كمية الزيت اللي احنا سوينا فيه، او ناكل حتى نص الوجبة كده. مش ناقص غير المقادير اللي هي مكتوبة على الشاشة وعشان تقوموا تجربوها. استمتعت جدا وانا بجهز وصفات النهاردة وبجمعها في فيديو واحد. لو عجبكم النوع ده من الفيديوهات اكتبولي تحت في التعليقات، علشان انا بحس النوع ده بيكون بيوفر وقت شوية او بيدينا افكار اكتر. ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.